السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي جمل محيرة قابلتني وأنا بشتغل النهاردة، فكل يوم إن شاء الله دول يعتبر توقعات. عايزك تشوف أنت هتجيب كام في الجمل دي وبلغني في التعليقات أنت جبت كام بالظبط. فنشوف الجملة الأولانية، وأنت مطلوب منك إنك توقف الفيديو قبل ما تشوف الإجابة، يعني شغل نص دقيقة كده وقف وشوف نفسك جاوبت الأول وادي نفسك درجة. الجملة الأولانية: دكتور عيشة was a her degree in 1939. دكتور عيشة استنى كده ثواني اهو، انت هتوقف الفيديو هنا وتحل وبعد كده انا هقول الإجابة. الإجابة: دكتور عيشة was awarded، منحت الدرجة العلمية بتاعتها سنة كذا. لو انت كنت اخترت كلمة one كان ينفع one بس من غير كلمة was، تمام؟ طيب يبقى تاني هنا was awarded منحت بالإجابة بتاعت رقم واحد was awarded. As soon as I the good news I got excited، هتوقف الفيديو هنا وتجاوب. الإجابة: As soon as I was told the good news I got excited. الكلام ده passive، فطبعا انت لو اخترت had told هتبقى غلط، لان انا عايز اعملها مبني للمجهول بمجرد ان انا مش اخبرت الاخبار الجيدة، انا اخبرت يعني تم اخباري، يبقى الاجابة was told. اللي بعديها: grill the fish، اشوي السمك for 5 minutes، لمدة 5 دقايق على side، وقف الفيديو. الاجابة: on each side. each side يعني على كلا، على كل جنب، each يعني كل على حدة. لو كنت اخترت كلمة both عشان هما جنبين كان يبقى both sides، لو اخترت both هتبقى both sides. الجملة اللي بعدها: معلش انا دي جملة قابلتني في القصة. who should have received the king، مين اللي كان ينبغي يقابل الملك في ستريلسو ستيشن، مين اللي كان المفروض يقابل الملك، وقف الفيديو وجاوب. الإجابة: طبعا لو كنت قلت ذا مارشال غلط، اللي كان المفروض يستقبل الملك كان مايكل، هو اللي قابله مارشال، لكن اللي كان المفروض يقابله مايكل. your friends here yet، أصدقائك هنا yet، وقف وجاوب. الإجابة: أيوة، هتبقى طبعا لو كنت قلت have غلط، لأن have عايزة تصريف تالت. are your friends here yet؟ أحمد for ABC company from 2002 to 2012، وقف وجاوب. الإجابة هتبقى worked، لو كنت قلت has worked غلط، لأن ده حدث منتهي من سنة كذا لكذا وخلصت كده. خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة، ياريت تقولي انت جبت كام من 6 وتكتبولي في التعليقات، وان شاء الله بإذن الله كل يوم حلقة زي كده من توقعات مرئية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.